عندنا إشكالية كبيرة ولو حلاج عقل تحبوا الحلول عاجلة ولو جزئية ولو البلد هذه اللي تطلبش. عندنا مشاكل كبيرة، البطاطا تتكلف علينا بسالة 510,000 كيلو شريها 4,000 بالحجم هذا، خرجها من الشكارة نصفيها نطيش منها 10% ولينا ب 5,000 مازلت في الشكارة، دونك ندخلها للتراب ونصرف عليها 9,500 كلفنا 10,000 اليوم نجيو نبيعو حتى 500 فرنك في الكيلو ما لقيناهاش، اللي هي خسارة 200%، معناتها باش طر الحق باش نبيعها. وبرا ذاك السوق خاصص لأنه فما سلطة لأنه باينة جماعة المخازن قالك أنا ما عادش حمل خطايا وحمل ناس تدخل عليا بالشطاير وناس تدخل عليا للفريقو نتايا وناس تزيد لي الخطايا، قالك شن نسكر ونشد البحر. دونك قعد الفلاح يتفرج هكا، هي توا هذيك متكلفة ب 600 كيلو، نهزها نحاها ونصرف عليها خدام، شنو نهزها للسوق نبيعها ب 500، زيد قصاص الحاكم، شطيح لل 400 شكون نعطاها انا؟ صيحة فزاعة، وراهو العام الجاي ممكنش نلقاو شكون يزرعها البطاطا، لأنه مش تهديد، لأنه الفلاح ما عادش قادر باش يزرعها، ماهوش لاقي باش يعيش. تو نجيب لك فئة من الأعمار صغيرة شوية شباب تقول لك أنا يا ليتني ما حرقتش، ولا اللي عمره صغير يخمم باش يحرق. عبيت وليت المشاكل باينة راهو حل وحلها سهل، نبداو خطوة خطوة، أقل شيء تو ضمانات لجماعة التخزين. قبل في سابق تاريخها عملناها ولبعناها مشات مثلا ثم 1300 دينار وكل شيء معناها. طلعنا باش. مش طلعنا باش. أما ثم وقفة في الكياسات. شبيه تو ما يجيش يهزها يبيعها اللي وقفها فكها في الكياسات التجارة والفلاحة وفكها. قال ما بيحاش هكاك. وهي متكلفة وقت الدينار. شنو طالبين انتم؟ راه السبب الرئيسي راه بالاسوام هذيا راه وزارة التجارة. وزارة التجارة يخطف كان في الكياسات. وقت الاقتصادية اللي قاعدة كل يوم ماشية الفريق وتفكلوا في السلع. راهم جايبين البطاطا من مصر، احنا منتجين بطاطا عندنا ما يكفينا. يكفينا ويوفي. الانتاج نتاع الفلاح. انتاج التجارة تفك الفلاح في الثانية فكوا. البطاطا والفريز، الفريز فكوه في الثانية، التجارة والاقتصاد ومنهم الحراسة معاهم معاهم معطينهم معطينهم في الكاسات بتاعاش فلاح ما يبيعش مخزن تبريد هما مخزن تبريد زاد معطينهم خليهم ياخذوا ربي يخدموا لأرواحهم شو البطاطا أنا تكلف عليا البطاطا الكيلو الهكتار يتكلف 22 مليون تجي أنت تجيب لي من برا بطاطا الخارج تجيب لي بطاطا مصر وتقول لي بطاطا ليبيا تدخل لي الأسواق فهمتني وجيت أنا البطاطا شنو نبيعها بدينار ولا شنو نبيعها ب 900 الفريق وجي ابي تشوك عليه يا خويا نطلب من الرئيس باش يدخل الحاله ذي راهي الفلاحه شو الفلاحه اذا كان دهرت الفلاحه راهي البلاد تبرك راهي كلها هي بلاد فلاحيه وش تحنا احنا رانا بلاد فلاحيه رانا لن يمشي لنصنعوا رانا بلاد فلاحيه ايه وفي نفس في نفس الوقت معنا الدواء غلاه والتكاليف غلاه والخدامه غلاه شو نعملوا احنا باش نخلصوا على التكاليف شوف لنا شنو مثلا شي تاجر شعبي البطاطا تجي انت تجي تقول لي مسالك التوزيع فوق البطاطا ولا كذا علاش تشغلوا فيها؟ خلينا نستخدم على روحها اذا كان ما يجينيش انا التاجر الثاني ويهز الصناعه وكذا وينقذنا كما الوقت هذا تو والبطاطا حاضره فهمتني؟ يجي الحاكم يقول لك لا دورها للسوق الناس ما بعرفش تشرح البطاطا شوفوا لنا حل في اقرب وقت الحل موجود انا كنا نعبي وصل الفريقوات توقف تعبي على الطريق نعبيو له البطاطا وصلت 1300 وقت دينار قول هذاك الفلاح راهي متكلفه كيك يتعدى ركزوا عليها لا ما فكوها له مع الجايين للطريق باش يعبي فكاها التجاره والاقتصاد والفلاحه ومع بعضهم